السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. إن شاء الله هلأ رح نبلش نحكي عن اللور ريسبيريتوري تراكت. هلأ المرة الماضية اختتمنا مع موضوع اللارينكس ومشاكله وقصصه، وخلص باعتبار خلصنا اللارينكس. هلأ بنبلش نحكي عن اللور ريسبيريتوري تراكت، وتحديدا أهم جزء عنه هو مين، هو الرئة ومشاكلها وقصصها. رح نبلش إن شاء الله فيهم. فاليوم بهذا الفيديو رح ناخذ 3 مواضيع، كل ما نخلص واحد رح نيجي هون نأكس عليه، اوكي؟ اول شيء رح ناخذ brief description of the normal alveolar wall structure. اول شيء رح اعطيكم هيك زي ما تحكوا basic اشي anatomy اللي يساعدكم تفهموا بعثه. بعدين ان شاء الله رح نشوف مشكلة اسمها اتلكتيزيا، بعدين رح نشوف مشكلة اسمها acute lung injury، اوكي؟ هم كتير سهلات ان شاء الله، هلا رح نخلصهم الـ3. اول شيء خلونا نبلش مع مين، نبلش مع البريف ديسكريبشن اوف نورمال الفيولر وول ستراكشر. طبعا هاي الرئه الجميله بتكون اول شيء بيكون ينزل الهواء اللي احنا بنتنفسه على شيء اسمه تراكيه، تمام؟ هلا التراكيه هاي احنا زي ما تحكوا بتروح بتتقسم هيك لتو مين برونكاي، اوكي؟ فالتراكيه تعطيني تنتين برونكاي. هلا البرونكاي هدول زي ما تحكوا هيهم اللي هم الليفت مين برونكوس والرايت مين برونكوس. هلا كل واحدة فيهم رح تصير تتفرع، صح؟ انا حاسة الالم مش واضح، تمام؟ رح تصير كل واحدة فيهم تتفرع هيك، صح؟ وهاي نفس الشيء بتصير تتفرع. هلا هدول التفرعات احنا بنسميهم اللي هم البرونكاي، ماشي؟ هاي برونكاي، ماشي؟ فالبرونكاي هدول اول اشي وهم كبار بيكون اسمهم برايمري برونكاي، فهاي تعتبر برايمري برونكاي، هاي برايمري برونكاي، تمام؟ هلا بس يتفرعوا بزيادة اكتر احنا بنسميهم شو، سكندري برونكاي، فهاي تفرع للبرايمري، فالبرايمري لما يتفرعوا بصير اسمهم سكندري، والسكندري لما يتفرعوا بصير اسمهم تيرشري، تمام؟ فهم اول اشي بكون في انا عندي تركية، تركية بتتفرع لتو مين برونكاي، والتو مين برونكاي بتفرعوا اول اشي لبرايمري برونكاي، بعدين البرايمري برونكاي بتتفرع لسكندري برونكاي، والسكندري برونكاي بتفرعوا لبتيرشري برونكاي اللي هم هدول بكونوا اصغر اشي واخر اشي، اوكي؟ فهذا هو الاناتومي بشكل عام للتركية والبرونكاي هاي هم اللي هم البرايمري والسكندري والتيرشري، تمام؟ اللي هي التيرشري تفرع للسكندري، والسكندري هي تفرع من تفرعات البرايمري، والبرايمري هي تفرع من تفرعات التركية، اوكي؟ انها التركية تفرعات لتو من برونكاي اساسا، اوكي؟ تمام. مش عارف ليه هاي، اوكي. هلا هون برضو كمان صورة نفس الشيء، في انا عندي كان فوق لارينكس بعدين تركيا، والتركيا بتعطيني شو التو مين برونكاي، وهدول التو مين برونكاي بيصيروا يتفرعوا لاشياء كبيره شو اسمها برايمري برونكاي، واللي شوي اصغر منهم هم سكندري، واللي كتير كتير صغار هم تيرشري برونكاي. هاي الصوره نفس الصوره اللي بسلايداتكم تاعت الدكتوره، بس جبتها هون عشان اشرحها بشكل اوضح. هاي التركيا، تمام؟ خليني احط لون اوضح، اوكي؟ هاي التركيا، وهاي شو اسمها الليفت برونكاي اللي رح تتفرع على اول شيء برايمري، بعدين سكندري. هي السكندري يعني هي طلعوا البرايمري هيك صارت تتفرع. هلا تفرع من تفرعاتها احنا، التفرع يعني من تفرعاتها احنا شو بنسميه سكندري، ولما سكندري تتفرع بتعطيني تيرشري، تمام؟ فهلا التيرشري زي ما تحكوا بعدها رح يكون في عندي هيك اشياء كتير صغيرة، كتير 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 صغيرة، ماشي؟ انا ما بسميهم برونكاي، بسميهم يعني برونكيول، ماشي؟ يعني مش قصبة قصيبة بتكون هوائية، بكون اشي كتير صغير، فهمتوا؟ برونكيول يعني هيك تصغير لكلمة برونكاي. هي اول شي بتكون برايمري، بعدين سكندري، بعدين تيرشري، بعدين اساسا بتبطل برونكس بس اسمها برونكيول، هيك تصغير الها من كتر ما هي صغيرة رح تصير، تمام؟ واخر اخر اشي بصير اسمها تيرمينال برونكيول، تمام؟ تيرمينال يعني برونكيول صغير نهائي، تيرمينال، اوكي؟ هلا بعدين اخر اشي بصير في عندي الالفيولار، سوري الالفيولاي، الالفيولاي اللي هي الحويصلات الهوائيه اللي عندها بصير تبادل الغازات، اوكي؟ هلا في اضافه مني اعتبروها انه هون بيكون اسم البرونكيول ريسبيرتري برونكيول، تمام؟ هاي مش موجودة بهاي الصورة، بس هلا رح نرجع نأكد على المعلومة، إنه احنا بكون في عندي برونكيول صغير، بيصغر أكتر بصير اسمه التيرمينال، بيصغر كتير 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 أكتر ما يصير الفيولاي، قبل ما يصير الفيولاي بنسميه ريسبيرتري، تمام؟ فهو بيكون أول شي كتير صغير برونكيول، بيصغر أكتر وبصير
يعني هيك نحو النهاية بيجي بيكون اسمه تيرمينال. لما يجي قبل الألفيولاي بنت في هيك شو احنا بنسميه ريسبايرتري، تمام؟ ريسبايرتري ماشي، بكون اسمها ريسبايرتري برونكيول. واخر شيء بصير في عندنا الالفيولاي اللي هي الحويصلات الهوائيه. هاي طلعوا هون هاي الصوره للالفيولاي، هي بتكون زي هيك اللي هي زي قطف العنب، هاي احنا بنشوفها، هاي بتكون هيك موجوده هون 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 هيك بتكون معبيه، وهي هاي اللي بصير عندها تبادل الغازات، وبتصير يعني يجي عندها الدم وتصير تاخذ منه السي او 2 وبتصير تحط فيه الاو 2 وهكذا. اوكي، هلا في عندي هون صوره برضو كمان كتير جميلة. طلعوا هون كيف الألفيولاي بيوضحوا لكم شغلهم. الألفيولاي بدي أحط لكم لون واضح اللي يبين هون. أوكي، هاي الألفيولاي هدول هم هيك بيكونوا. أوكي، هاي بيجوا هون من عند البلمنري البرونكيول. أوكي، وبعدين بصير في عندي هون إشي اسمه دكت، ماشي؟ فهون بصير في عندي دكت، بيجي الهواء آخر شي هون. أوكي، وبصير يدخل عند هاي الألفيولاي. هلا عند هاي الألفيولاي شو اللي بصير؟ طبعا هذا اشياء فيسيو اناتومي، بس انا بعطيكم اياها كبيسك حتى تفهموا البعثه، ماشي؟ هلا هذه الحويصلات الهوائيه راح يصير يجي عندها الهواء، تمام؟ فهون هي راح تكون هي اكسجين، عندها او 2، يعني هي جواها اكسجين بدها تعطيه للدم اللي حواليها. شايفين هون الاوعيه الدمويه اللي حواليها، هي بتصير تعطيها، فبتصير يجيها الدم تصير تعطيه. شو بتصير تعطيه؟ والله لا مش هيك، هو بصير يجيها هيك الدم اساسا، بيجيها هيك الازرق، بتصير تاخد منه CO2 وبتصير تعطيه O2، تمام؟ فهو بيجيها لونه ازرق، بيطلع من عندها لونه احمر، تمام؟ ليه؟ لانه هو لما اجاها كان محمل بال CO2، فهي بتاخد منه CO2، بتحكي له عنك هات خليني اطلع له، اطلعه من برا الجسم، ماشي؟ وبتروح بتعطيه O2 عشان تنقي الدم وعشان تزوده شو بالاكسجين. فهيك بصير هو بدل ما كان دي اوكسجينيتد رح يصير اوكسجينيتد بلود، وهيك اساسا بتصير عملية التنفس بالجسم، انه انت دمك كلياته بصير يروح على الرئة، عند الرئة هدول الالفيولاي بياخدوا منه CO2 وبيعطوه O2 وهكذا، تمام؟ هلا بالنسبة لهاي الصورة، وهاي الصورة بصراحة انا خلص يعني باعتبار غطيت لكم اياهم كتير منيح، من صور لسه اوضح انا جبت لكم اياهم. اوكي، خلونا نقرأ هاي الفقرة. اوكي، بيحكوا لنا انه the main bronchi give rise to smaller airways called bronchioles. ان البرونكاي اللي هم البرايمري والسكندري والتيرشري بيعطوني برونكيولز اللي هم كتير صغار. هدول كيف احنا بنفرقهم عن بعض؟ يعني شو بفرق البرونكاي عن البرونكيول غير انه هاي كبيرة وهاي كبيرة، سوري انه هاي كبيرة وهاي صغيرة؟ في اختلاف تاني بينهم، انه البرونكاي بيكون فيها كارتلج، اما البرونكيول الكتير صغيرة ما بيكون فيها كارتلج، ماشي؟ هذا واحد. اثنين، انه البرونكاي اللي هي الكبيرة فيها سب ميوكوزال جلاند، اما البرونكيول اللي هي صغيرة ما إلها جلاند، ما إلها سب ميوكوزال جلاند. اوكي، فاحنا في عنا برونكاي كبيرة وبرونكيول صغيرة، الكبيرة عندها كارتلج وسب ميوكوزال جلاند، اما الصغيرة ما عندها لاكينج كارتلج اند سب ميوكوزال جلاند ان ذير وول. اوكي، تمام. هلا بيحكوا لنا انه اديشنال برانشينج اوف ذا برونكيول ليد تو تيرمينال برونكيولز، ماشي؟ انه بالنهاية رح نوصل لشيء اسمه تيرمينال برونكيول اللي هو الاشي النهائي كثير بيكون. هلا هذا بيحكوا لنا انه هناك رح نلاقي اشي اسمه الاسينس. شو هو الاسينس؟ تعالوا نتعرف عليه. هلا الاسينس هي جمع، اسيناي هي واحدة، ماشي؟ فاحنا تعالوا نتعرف شو هي الاسيناي. الاسيناي هاي هي بكل بساطة انه والله انا بكون في عندي، اوكي خليني انا شو ارسم لكم، اتفنن لكم، تمام. هلا انا في عندي هون المين برونكاي، صح؟ اللي هي رح التركيه قصدي، هون رح تتفرع على تو مين برونكاي، وكل وحده رح تصير تتفرع، وكل وحده رح تصير تتفرع، وهي رئه وهي رئه، تمام. هلا مش في انا عندي هذا بصير يتفرع وهو متفرع تفرع تفرع تفرع. اوكي، هلا انا لو بدي اكبر، ماشي؟ وهون بصير في عندي اخر اشي شو بصير في عندي هاي الفيولاي، بدي الونهم انهم باللون الاحمر، تمام. هلا الالفيولاي اللي هم زي هيك بيكونوا، صح؟ شفناهم بالصور، ماشي؟ هدول بيكون يعني يجيهم الهواء، اوكي بس خليني اظبطها. هاي الالفيولاي بيكون يجيها الهواء عن طريق دكت زي ما حكينا، صح؟ وهاي الدكت بيكون قبليها شو اللي هو البرونكيول الصغير اللي هو تيرمينال برونكيول، بعدين صار اسمه ريسبايرتري، هيدا ارمز له ار برونكيول، تمام. فهون هدول الثلاثه مع بعض، هدول الثلاثه مع بعض انا شو بسميهم؟
بسميهم الأسيناي. فشو هي الأسيناي؟ الأسيناي بكل بساطة هي ريسبيرتري برونكيول، أوكي، ريسبيرتري برونكيول، بعدين بتتفرع تعطيني الدكت اللي راح يصير فيها الأسيناي، اللي راح يصير فيها شو، اللي راح يصير فيها الألفيولاي. فهدول الثلاث أجزاء اللي هم هيك بيكونوا نهائيات هون قد النت في آخر إشي، هاي احنا بنسميها أسيناي. يعني بهون بهاي الصورة وين الأسيناي؟ بكل بساطة شايفين هذا البرونكيول اللي احنا بنسميه الريسبيراتري برونكيول هون، زائد الدكت هاي، زائد الألفيولاي هاي، هدول الثلاثة احنا بنسميهم أسيناي. تمام، نحط لون تاني عشان إذا ما كان واضح ذاك. هاي البرونكيول مع الدكت الصغيرة هاي مع الأسيناي، سوري، مع الألفيولاي اللي هون، هدول الثلاثة احنا بنسميهم انها هاي أسيناي. ماشي، هاي شو؟ هاي أسيناي. هلا الاسيناي اذا في عندي انا كذا اسيناي مع بعضها، انا هاي شو بسميهم؟ لوبيول. تمام، فركزوا معي شو هي الاسيناي. هي التيرمينال او خلينا نحكي الريسبيرتري برونكيول، زائد الدكت اللي لقدام رح تيجي شوي، زائد الالفيولاي، هاي بسميها اسيناي. مجموعه اسيناي شو بنسميهم؟ لوبيولز. فهيو الاسيناي هاي شو، هاي بتتكون هيها كومبوزد اوف ريسبيرتري برونكيول، واللي لقدام منها اللي هي الالفيولار دكت، وبرضه الالفيولار ساك اللي هي الحويصه الهوائيه. تمام، اللي هي الالفيولاي نفسها. اوكي تمام، هلا هدول هم اللي مالهم، هدول بيحكوا لنا the blunt ends of the respiratory passage whose wall are formed entirely of alveoli. ماشي، يعني هذه بتكون نهاية خلينا نحكي ممرات الهوائية، هي بتكون هاي الأسيناي. اللي عندها رح يصير شو؟ الإكسترينج، اللي عندها رح يصير تبادل الغازات. هلا زي ما حكينا انه كل 3 ل 5 كلاسترز اوف 3 ل 5 تيرمينال برونكيول مع الاسيناي تاعتهم والبرونكيولز والبرونكال سوري والريسبيرتري برونكيولز وكل قصصهم، يعني فهمتوا كيف؟ راح يكون اسمهم شو؟ لوبيول. فكل هلا مش احنا حكينا انه كل تيرمينال برونكيول شو بتعطيني؟ ريسبيرتري برونكيول. ماشي، اللي هي الريسبيرتري برونكيول بتعطيني دكت وبتعطيني الفيولاي. فكل تيرمينال او كل 3 ل 4 تيرمينال بيعطوني اشي اسمه لوبيول، اللي هو بيكون زي حبه اللي هيك اطفي العنب، بيكون كله شو؟ بيكون كله اسيناي وكله تيرمينال برونكيول وتفرعاتهم وهيك. تمام، اوكي. هلا هون برضو كمان لو نطلع عليها اكثر رح نلاقي انه هي بتتكون انه هاي الالفيولاي. ماشي، هاي هذا هون في عندي الفيولار سبيس، جوا الالفيولاي نفسها في خلايا، في عندي تايب 1 نيمو اسمها نيموسايت، نيموسايت يعني خلايا بالرئة. تمام، ففي عندي تايب 1 نيموسايت وفي عندي تايب 2 نيموسايت. شو وظيفتهم وشو بيعملوا؟ يعني انا بحس كل هذه الشغلات اناتومي، بس انتوا عشان الباثو بهمكم تعرفوا ان التايب 2 نيموسايت هاي بتعطي مادة اسمها سيرفاكتنت وبتشتغل على تجديد واصلاح الخلايا بعد الانجري. طب انتوا شو بهمكم هذا بالباثو؟ بكل بساطة هاي لما نشوف هلا شو رح يصير فيها مشاكل، رح نصير نتوقع مثلا شو الكومبليكيشن اللي رح يظهر على المريض. فطالما هاي بتعطيني سيرفاكتنت، فهلا رح نشوف شو فائدته اساسا. هو بحافظ على التنشن، بحافظ على زي ما تحكوا صحة الالفيولاي. ماشي، وهو بيعمل على تجديد واصلاح الخلايا. فلما يصير في انا عندي مثلا انجري او مشكلة بتايب 2 نيموسايت، فهون المريض رح يصير عنده مشاكل كتير يعني اكتر. تمام، فبس انتوا عرفوا هدول. طبعا هون احنا يعني هذا الاشي بيتكون من كابيلاري اندوثيليوم. صح، احنا في عندنا اوعية دموية هون جاية على الرئة عشان يصير عندنا تبادل الغازات. البيزمنت ممبرين برضو كمان هذا شو، شايفين هاي الصورة هون بتمثل لي انه انا في عندي اوعية دموية. صح، هيهم الاوعية الدموية في بصير في عندي تبادل غازات بينهم بين الرئة. فهلا بينهم بيكون في انا عندي شو بالنص، بيزمنت ممبرين. فانا هون الالفيولار وول اللي رح يكون بيتكون بشكل اساسي من الكابيلاري الاندوثيليوم تاع الكابيلاري، وبرضه كمان من الالفيولاي الوول تاعها، وبرضه من البيزمنت ممبرين اللي جاي بالنص بينهم. فهي هيك انه هذا الوول بتكون شو، او احنا بنسميه الالفيولار وول او الالفيولار سبتا. بحس هاي بصراحه بصوره مش حلوه، يعني اللي انا وريتكم اياها هلا هي كانت بصراحه احلى، انه هو بتكون من الكابيلاري اندوثيليوم ومن البيزمنت ممبرين. هلا في عندي خلايا هناك انترستيشيوم بتكون بالرئه، يعني خلايا كونكتيف تيشو كذا. هدول في انا عندي شو بسميهم واحد بلمنري انترستيشيوم وهي مكوناته، وكمان الفيولر انترستيشيوم وهي مكوناته. بس بحكي لكم انه هذا الدكتور طنشته تماما وما قراته بالمره. ليه؟ لانه بصراحه هذا اناتومي، يعني انتم حاليا بتاخذوا باثو، فبحس هذا اناتومي ما له اي داعي. والدكتوره هدول
هذه وهذه ما قرأتهم بالمرة، أوكي؟ بس ما حكيت إنهم محذوفات، فأنا ما كتبت نوت إنهم محذوفات، بس بصراحة يعني هذول أناتومي، أوكي؟ هاي في عندي هون صورة زي ما أنا كتبت لكم إنه هاي صورة للحويصلات الهوائية للألفيولاي بالوضع الطبيعي، أوكي؟ فلما تصيروا تاخذوا أي مرض لقدام ويصيروا يعطوكم الهيستولوجي تاعه، بتصيروا تطلعوا هون على هاي الصور النورمال وتقارنوا بيناتهم، أوكي؟ تمام. هيك بنكون خلصنا أول إشي بدنا ناخده بهذا الفيديو اللي هو brief description of the normal alveolar wall structure، أوكي؟ هلا رح نحكي عن أمراض ماشي بتأثر على الألفيولاي اللي إحنا هلا أخذناها. أول مرض أو خلينا نحكي أول مشكلة هي مشكلة اسمها الأتيلكتيزيا، تمام؟ الأتيلكتيزيا هلا بحكي لكم شو هي. هاي الأتيلكتيزيز برضو إلها اسم تاني اللي هو شو، اللي هو الكولابس. خليني بس أشرح لكم أنا هيك فكرتها بعدين شو، بعدين نقرأ شو مكتوب. هلأ هون الفكرة يا أعزائي إنه أنا هاي في أنا عندي صح شو، ثواني شوي أصغر لكم الخط، أوكي؟ في عندي هاي التركية، تمام؟ تتفرع لتو مين برونكاي، بيتفرع هيك هاي الرئة، هاي الرئة، تمام؟ هلا اخر 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 اشي هو فيها شو، هو الاسيناي والالفيولاي وهكذا. هلا لو بدنا ناخذ وحده مثلا من الالفيولاي ونكبرها، هي الدكت تاعتها، هاي الفيولاي. هلا الالفيولاي هاي زي ما تحكوا فيها زي ما حكينا انه هو شو بيجيها الدم لونه ازرق، تمام؟ خليني الونه هيك، بكون الدم يجيها هيك لونه ازرق، وبتكون هي تعمل تبادل exchange للغازات، وبصير يطلع منها هيك يكون لونه أحمر بعد ما هو شو، بعد ما هو حطينا فيه شو O2 وأخذنا منه شو CO2. هذا الوضع النورمال. هلأ هي هاي الألفيولاي بدي ألون لكم إياها بلون هيك، أوكي؟ هذا اللون بكون هون في عندها شو، هواء، صح؟ بكون في عندها هون O2. ليش بكون من عندها يعني أو2؟ علشان هي تغطي للكبد اللي حواليها، فهي بكون في عندها بصراحة شو، بكون في عندها ضغط أول إشي من الهواء اللي بكون يجي عليها من هون، وبرضه كمان بكون عليها ضغط من برا من عند الكابيلري. فالوول تاعها لازم يكون قوي، تمام؟ الوول تاع الالفيولاي لازم يكون قوي، لازم يكون قابل للتحمل، ما يخرب، ما يتجعلك وهكذا، تمام؟ فهذا الإشي في كتير عوامل بتساهم فيه، من ضمنهم مثلا المادة اللي اسمها السيرفاكتنت اللي حكينا بتفرزها الخلية اللي هي تايب 2 نيموسايت، ماشي؟ وغيرها من العوامل والشغلات. هلأ هاي بكل بساطة احنا رح يصير عندي مشكلة بهذا الاشي، بهذا الستركشور. فلما يصير عندي هذه المشكلة بكل بساطة كيف رح تصير الالفيولاي؟ رح يصير الالفيولاي هي الدكت تاعتها بتصير هيك، بتصير فيها كولابس، بتكمش، تمام؟ بتخرب، بتتجعلك من الآخر، بتخرب، بتبطل هاي، بصير يجيها شو، بصير يجيها الدم ازرق، بتبطل انها هي قادرة تعمل تبادل غازات، فممكن يضل شو ازرق. ليه؟ لانه بكل بساطة ما عندها تبادل غازات، الوال تاعها ضعيف، كمشت، جعلكات، صار فيها كولابس اللي برضو احنا كمان شو بنسميه اتلكتيزيا، تمام؟ بكل بساطة هون رح يصير يجي عندها شو، الهواء يضغط عليها من فوق من تحت، بتكون هي شو جدارها كتير ضعيف، جدارها مش سليم، لعدة أسباب ممكن تسبب هاي الحالة. هلأ رح ناخدهم إن شاء الله كلياتهم. فهاي هي تعتبر حالة شو نورمال، وهاي هي الوضع الطبيعي والصحي وكل إشي، تمام؟ أما هاي الحالة هي اللي بكون فيها شو، بكون فيها كولابس، اللي هي هاي المشكلة اللي معنا اليوم إن شاء الله رح ناخدها، تمام؟ اللي هي الأتلكتيزيا. فطبعا أنا هاي الرسمات برسمها عمدا إنه إشي اللي ما ينمها علشان تضلها عندكم، عشان أنتوا من الصور ضلكم تتذكروا فكرة كل مرض، أوكي؟ فالمهم إنه رح هلأ نحكي هاي عن هاي الأتلكتيزيا اللي هي هاي الكولابس. هلأ هي شو تعريفها؟ اللي هي loss of lung volume caused by inadequate expansion of air space. الأير سبيس اللي هي تاعت هاي الألفيولاي ما رح يكون في إلها expansion إنها هي تمط وتاخد وتعطي معاي، إذا إجاها ضغط تتحمل، كل هاي الشغلات رح تكون inadequate، فرح تروح تتجعلك، تمام؟ ويصير فيها أتلكتيزيا اللي هي نفسها الكولابس، أوكي؟ هلأ هاي رح تسبب لي شغلات زي شو، هاي result in هي يكون في عندي شو inadequately oxygenated blood from pulmonary arteries into vein، ماشي؟ رح يبطل في تبادل غازات بشكل منيح زي ما حكينا. هذا giving rise to ventilation اللي هي شو، انه
بصير الواحد كثير هيك يعني يتنفس بزيادة، كثير بصير بده يدخل هواء على جسمه زيادة، لأنه في عندي imbalance، وبصير في عندي hypoxia، بصير في عندي يعني عدم توازن بين الأكسجين والسي او 2، بصير في عندي hypoxia، نقص أكسجين بالجسم بسبب هاي المشكلة اللي رح تصير بالالفيولاي. ماشي؟ هلا هاي احنا ممكن تكون هي may involve segment او lobule او lung. كيف يعني؟ بكل بساطة هاي بدي ارسمكم اياها برضو كمان ايش اللي تضل عندكم. هلا هاي انا في عندي التركية بتتفرع لتو مين برونكاي، اوكي، وهاي في انا عندي اللنج، وهاي في انا عندي اللنج، اوكي، وهاي تفرعات وهاي تفرعات. لنفترض والله انا الانسداد كان في عندي هون، ماشي، هون وين يعني؟ هون يعني بالبرايمري برونكاي، فانا معناها كل الرئة هاي رح تنشط بعندي. ليه؟ لانه بكل بساطة هي هون يعني زي ما تحكي لما سدت لي هاي، خلص كل الالفيولاي اللي بعدها خربوا، فبنقدر هيك نأكس على كل هاي اللنج للأسف. تمام؟ أما لو مثلا اجينا على هاي اللنج والله زدنا التفرعات اللي فيها، مثلا هاي تفرعت هيك وهاي تفرعت هيك، ومثلا الانسداد كان خلينا نحكي اجا هون، فهون مين اللي رح تتأثر؟ اللوب اللي هون. طبعا احنا بنعرف انه هاي الرئة بتتقسم لتو لوب، وهاي الرئة لا ثري لوب، صح؟ فلو مثلا والله كان الانسداد هون، فانا هاي اللوب رح اكس عليها، بس باقي هاي الرئة بتكون تمام، اوكي. او ممكن انه لا، والله ممكن انا الانسداد كان عندي هون مثلا، فزي ما تحكوا شو ممكن انه، او المشكلة صارت عندي بس هون، ف بس هذا الجزء اللي تأثر وهيك. تمام؟ فحسب اذا مثلا هون تحديدا انا عم بحكي هون اذا كان السبب هو انسداد، ماشي، اما في كثير اسباب تانية هلا رح نشوفهم، بس الفكره هون انه شو، انه انا ممكن يكون في عندي شو، ممكن يكون في عندي سيجمنت بس متاثره، ممكن يكون في عندي لوب متاثر، ممكن كل الرئه. سيجمنت شو معناها؟ سيجمنت معناها انه جزء من الرئه، اوكي، يعني جزء وين ما كان يكون. لوب اللي هي هدول اللوبس اللي هي هاي، في عندي سوبيريور لوب، ميدل لوب، انفيريور لوب، ان شاء الله بتاخدوهم بالاناتومي، هاي سوبيريور هاي انفيريور لوب. هدول اللوبس هدول شو؟ اجزاء اللنج، هدول تقسيمه يعني معتمد اساسا لللنج، ماشي. هلا الرايت لوب، رايت لنج لها 3 لوب، اما الليفت لنج لها 2 لوب، فممكن انا عندي لوب كامل ينضرب، اوكي، فممكن هي بس سيجمنت تتاثر، ممكن اللوب كامل، وممكن الرئه كامله بالحالات الكثير سيفير. طبعا حسب شو، حسب السبب، حسب اذا كان مثلا سبب obstruction معين زي ما هلا رح نشرح، حسب وين صار الobstruction وهكذا، حسب شو اللي سبب الobstruction. مثلا يعني احكي لكم شغله، لو انا صار في عندي مشكله مثلا وين هون، معناها الرئتين رح يضربوا، صح؟ فانتو فهم مش حفظ هي رح تكون. تمام، اوكي. هلا رح نحكي عن types of atelectasia. هلا الاتلكتازيا لها 4 انواع، حسب شو قسمناهم، حسب ال خلينا نحكي السبب، ماشي، اللي رح يعملها. هلا اول شيء الريزوربتيف اتلكتيزيا، شو هي الريزوربشن اتلكتيزيا؟ هلا هاي بكل بساطه هاي بدي ارسم لكم اياها هون علشان برضه ما تنسوها. هلا انا في عندي والله هون شو، في عندي هون هاي الدكت وهاي الالفيولاي، ماشي. لنفترض والله انها هي انسدت، خلينا نحكي بشو ممكن نسدها، بميوكس، بمادة مخاطية. هلا الميوكس هذا اشي رح تزهقوه، طول ما احنا بنحكي بباثو الار اس رح نضل نحكي ميوكس اللي هي مادة مخاطية. ليه؟ لانه هناك كتير في عندي افراز للميوكس بالرئة، فكتير هذا الميوكس اللي عم تفرزه هي. هلا هي ليش بتفرزه؟ ليش كتير الرئة بتفرز مواد مخاطية كتير؟ لانه الرئة كتير معرضة للانفكشن، لانها هي على اتصال بالعالم الخارجي، يعني كثير بدخل عليها بكتيريا من الهواء، من التم، من الانف، كثير كثير بدخل عليها بكتيريا، فهي بحاجه انها هي تلقط هاي البكتيريا كلياتها وتطردها برا عن طريق شو؟ عن طريق الميوكس. بس مرات بزيد كثير الميوكس فبيعمل لي كثير امراض بالرئه، فعشان هيك احنا بباثو الار اس يعني من هلا جسوا حالكم انه كثير رح نتعامل مع مصطلح ميوكس، ميوكس سكريشن اللي هو افراز المواد المخاطيه، كثير بيكون هو مرات بسبب امراض، ومرات هو بيكون يعني زي ما تحكوا كومبليكيشن لامراض وهكذا. تمام؟ هلا لنفترض هون المريض كان عنده كثير مثلا ميوكس بسبب مرض معين او حاله معينه، سدت لي هاي الدكت. تمام؟ هلا هاي الدكت زي ما تحكوا اساسا كان فيها شو؟ كان فيها هواء، صح؟ هلا هذا الهواء بعدين احنا شو بدنا نعمل فيه؟ بصير له absorption وبيمتص وبيروح لشو؟ للأوعية الدموية اللي حوالين. تمام؟ هلا لقدام شو بصير؟ بكل بساطة لقدام اللي رح يصير هو انه هاي شو اسمها؟ هاي الالفيولاي رح تصفي فاضية، وبكل بساطة لشو رح تتحول؟ رح تصير هيك، وهاي الميوكس لساته موجود، اوكي؟
لونه هيك تمام، ضل الميوكوس نفس ما هو، بس اللهم انه الالفيولاي هاي بطلت الفيولاي طبيعية، بصير هيك بصير فيها كولابس وبتخرب، واذا كان في انا عندي هون اوعية دموية رح تصير تيجي وتطلع من غير ما يصير لها تنقية. اوكي، فهون هي هيك رح تكون مشكلة. شو اللي سبب هذا الاشي؟ بكل بساطة هون المشكلة هي هون الابستراكشن، هو اللي عاملين لي هاي المشكلة. فانا هون في عندي شو، في عندي ابستراكشن، اوكي هو اللي عامل لي هاي المشكلة تمام. فهذا هو الشريحة بشكل عام، خلينا بس نقرأها سريعا. هلا هون هي شو بكل بساطة بيحكوا لنا انه obstruction prevent air from reaching distal air airway، بكون ال obstruction بيمنع الهواء انه هو يوصل لهاي الالفيولاي، فالالفيولاي بتخرب. اوكي، فبيحكوا لنا انه the air already present because become absorbed، الهواء اللي اساسا هو موجود خلص رح يصير له absorption وبتاخذ الاوعية الدموية، فبتصفي انها هي الالفيولاي ما فيها هواء بالمرة، فبصير فيها شو كولابس، يعني زي كأنها بتتدمر او بصير هيك فيها اشي وبصير فيها اتلكتيز بتصير تجعلك وبتخرب. اوكي، هلا هذا الاشي بيحكوا لنا depending on the level of airway obstruction an entire lung complete loop more one or more segment may be involved. شو يعني؟ نفس الحكي اللي حكيت لكم اياه، حسب وين رح يصير والله هذا الابستراكشن رح تخرب. لو صار عندي ابستراكشن هون الرئتين بيخربوا، لو صار في عندي هون الرئة واحدة بتخرب، لو كان في عندي هون بس والله بس جزء صغير من اللنج بتخربوا، هكذا فهمتوا كيف؟ تمام. هلا شو في عندي شغلات ممكن تعمل ابستراكشن؟ اول اشي الميوكس، نفس المثال اللي انا شرحت لكم اياه، اللي هي يكون في عندي افراز مواد مخاطية بزيادة، ماشي، فهذا الميوكوس هو يعمل لي obstruction. او ميوكو بيوريولانت، ميوكو يعني ميوكوس يعني مادة مخاطية، بيوريولانت يعني بس اللي هي هذا بيطلع من البكتيريا، تذكر اخذناها بالجنرال باثولوجي كنا نحكي انه بس يعني بكتيريا، يعني بالعربي بسموه خراج ابصر شو، يعني هذه شغلات بتكون تطلع بسبب البكتيريا الانفكشن، فممكن هو يكون برضه يكون موجود وهو يسد لي مثلا البرونكاي او هيك تمام. هلا ممكن بسبب شغلات معينة بعد العمليات الجراحية يصير كومبليكيشن يعني إلها، ممكن يكون بسبب الأزمة، ليه؟ لأنها أساسا الأزمة بيكون عندهم كتير ميوكوس سكريشن، ف يعني هذا رح ناخدها إن شاء الله الأزمة اللي هي الربو، رح ناخد إنه من أهم أفكارها إنه بيكون في عند المريض كتير ميوكوس سكريشن تمام. برضه كمان البرونكو كتيزز، شو هي البرونكو كتيزز؟ هاي صورة إلها بس بتمثل لنا إياها سريعا، رح أحكي عنها إنها هي بكون في عندي، اسمعوا بتتذكروا الأنيوريزم اللي أخذناها بالأوعية الدموية بالسي في إس؟ ممكن يصير على نمطها، أكيد مش نفسها يعني، على نمطها بالبرونكاي إنه بصير الوول والله كتير رفيع، كتير بصير ضعيف، فبصير في عندي هون دايلاتيشن وهيك شغلات، يعني زي ما تحكوا هو بكون في عندي ضعف هون بالجدار الجدار الدموي جدار البرونكاي، فممكن يصير في عندي هون accumulation كتير للمواد، وهاي كتير تكون ضعيفة، فممكن يصير هون يتراكم شغلات معينة وهكذا تمام. فبس يعني اعرفوا انه هاي البرونكوكتيزيس ممكن انها تكون سبب لا من اسباب يعني هدول شو الريزوربشن اتلكتيزيس. اوكي، وبرضه كمان من اهم الشغلات اللي هو الالتهابات، ممكن يكون في عندي التهاب هناك فتيجي انفلاماتوري سيلز او شغلات معينة فتروح مثلا تسدلي هاي البرونكاي. برضه كمان اللي هو الاسبيريشن اوف فورين بادي، شو يعني اسبيريشن اوف فورين بادي؟ ممكن انت مثلا تكون عم تاكل تتشردق صح، والاكل بدل ما يروح على المعده يروح مثلا على ممرات الهواء فيسدها، فيعمل لي اتلكتيزيا خلايا الرئه، يعمل اتلكتيزيا عند الالفيولاي، او مثلا يكون تحديدا هذا الشيء بيكون عند تشيلدرن، بيكون والله البيبي قاعد بيلعب والله بالليجو فبروح بيبلع حبه ليجو مثلا، فبتروح مثلا ممكن تسد له وعاء دموي معين، مع انه هذا الاشي غلط، مفروض الاكل يروح على المعدة مش على الرئة اكيد، فممكن لو واحد شرد او صار عنده هيك شغلة ممكن يكون هذا سبب من اسباب الاتلكتيزيا. اوكي، واخر سبب ممكن يعمل الابستراكشن هو التيومر، ممكن انه هو كتلة سرطانية هي مثلا طلعت عند البرونكاي فسدت لي اياها هناك فعملت اتلكتيزيا. اوكي، هلا تاني سبب او تاني خلينا نحكي نوع من انواع الاتلكتيزيا اشي اسمه شو كومبريشن اتلكتيزيا، كومبريشن اتلكتيزيا. هلا بكل بساطة هون شو رح يكون انا في عندي؟ هلا بتعرفوا اكيد انتو، هلا هون هاي بتكون على مستوى اكبر، هلا هاي زي ما كان هاي التركية وهي تو مين برونكاي اللي بصيروا يتفرعوا وبكونوا شو بكونوا هون باللنج، هاي هون كمان هاي بتكون باللنج. هلا احنا طبعا بنعرف مفروض اكيد الكل بعرف انه والله اللنج محاطة باشي شو احنا بنسميه اللي هو البلورة تمام، هاي بلورة وهاي بلورة ماشي. هلا هادي بالوضع الطبيعي البلورة بتكون عادية يعني ما بتسبب لها مشاكل، هلا في بعض الحالات ماشي زي المشكلة اللي هلا احنا رح ناخدها، شو مالها الرئة بتكون؟
هاي رئة نورمال، بدنا نشوف التانية هي اللي رح أخليها مش نورمال. لنفترض والله البلورة مثلا زي ما تحكوا كتير مثلا زاد فيها الاكيوميوليشن للفلويد، ماشي، هي كتير مثلا زاد فيها الاكيوميوليشن للفلويد، او مثلا كتير تراكم فيها هواء، او صار فيها فايبروسيس، او صار فيها زي ما تحكوا مشكلة. هذا الاشي شو رح يصير؟ يضغط ويكمش ويدفش الرئة، فالرئة بتصغر وبتضمر وبتكش وهيك، بصير فيها اتلكتيزيا، يعني كل ال شو اسمه الالفيولاي اللي فيها كلهم رح يكمشوا ورح يصغروا ورح يصير فيهم كولابس ويسكروا تماما. اوكي، فهذا الاشي بكون بسبب شو؟ بسبب المحترمة البلورة اللي جنبه، انها هي كتير كبرت، كتير مثلا صار فيها تراكم للفلويد، كتير صار فيها تراكم لأشياء معينة، كلها ادت لهاي المشكلة. فهون وين المشكلة بتكون؟ بكل بساطة بالبلورة. هاي بدي اوريكم عندي هون صورة، طلعوا كيف هاي الصورة، كتير بتضحك حساها، انه طلعوا كيف هاي الرئة كيف قد النتفة صارت، وكل المساحة هاي المفروض انها مساحتها، كيف انه صار يتراكم هون مي، فتراكم المي صارت تضغط على الرئة، والرئة يا حرام صارت قد النتفة، وطلع كل الهواء اللي منها، وكل الاي الفيولاي صار فيهم كولابس، صار عند المريض هون شو؟ اتلكتيزيا، بسبب تراكم المي حوالين الرئة عند البلورة. فهاي المشاكل كلياتها، سواء كان تراكم مي، سواء كان تراكم دم، سواء كان تراكم يعني شو ما كان، هواء، دم، مي، مش عارفة شو، سيريس فلويد، شو ما كان هيك اشي من البلورة، يعني قصدي انه يكون هو من حوالين الرئة عم يضغط على الرئة، هذا احنا شو بنسميه؟ هذا احنا بنسميه الكمبريشن اتلكتيزيا. هلا له اسماء ثانيه زي الباسيف او الريلاكسيشن اتلكتيزيا. هلا هذا بالعاده هي بيحكوا لنا اسوشيتد وذ اكيوميليشن اوف فلويد، ماشي، تراكم سوائل او بلد دم او اير اللي هو الهواء عند البلوره الكافيتي. هذا الاشي شو؟ كتير بيضغط على الالفيولاي واللنج وهكذا، تمام. هلا ممكن يكون بسبب فلويد around the lung اللي احنا شو بنسميها؟ بنسميها اللي هي بلورال افيوجن. بلورال افيوجن يعني فلويد حوالين اللنج، ماشي. هلا من اهم اسبابها هو الكونجستيف هارت فيلر. كيف؟ صراحة الموضوع معقد يعني تكون مش اياه، بس الفكرة انه الكونجستيف هارت فيلر ممكن يسبب لي تراكم سوائل حوالين اللنج، هذا واحد. اثنين، اشي تاني اسمه نيموثوراكس. نيموثوراكس اسم مميز بباث الار اس، ضلكم تذكروه. شو هو النيموثوركس؟ بكل بساطه، بكل بساطه رح ناخده قدام بالتفصيل اكيد، بس هو اير اراوند ذا لنج، انه بكون في عندي هواء كتير حاشر الرئه، يعني بتلاقوا انه هون هذا اللي متراكم حوالين الرئه هو هواء، تمام. فانتم ما تستهينوا اكيد بالهواء، يعني الهواء خصوصا اذا كان بمكان كتير مضغوط حوالين الرئه جوا البلوره، فهو بلا بخرب الرئه اكيد يعني. فممكن اذا الهواء كان هو اللي حوالين الرئة، هاي الحالة احنا شو بنسميها؟ النيموثوركس. ممكن هذا شو يعمل لي؟ اتلكتيزيا. اوكي تمام. هلا ممكن يكون سبب تاني زي شو؟ زي هيو اليفيتد ديافراغم. شوفوا لي هاي الصورة، طلعوا لي كيف هون هي الرئة، تمام. الرئة تحتيها دايركت شو بكون في؟ انا عندي هسه اللون مش مبين، اوكي. الرئة دايما تحتيها بكون هيو في عندي ديافراغم وهي الرئة، تمام. فهون بكل بساطة لو الديافراغ مثلا يعني صار كتير يعني يرتفع، تمام، او صار فيه مشاكل مثلا لعدة اسباب، ممكن انه هذا الاشي شو يضغط لي مثلا على الرئة فيسبب انها هي تكمش، او مثلا الالفيولاي يصير فيهم كولابس او هيك اشي، تمام. فممكن انه الضغط زي ما حكينا يجي من البلورة يضغط على الرئة، ماشي، تراكم هواء، تراكم فلويد، تراكم دم، او ممكن لا مش من البلورة، ممكن من الديافراغم من تحتها، يصير ديافراغم كتير يطلع لفوق لدرجة انه يروح يفعص الرئة، وهدول الالفيولاي هيك ينفعصوا ويتجعلكوا ويصير فيهم كولابس. هيك احنا بنكون خلصنا تاني نوع من انواع الاتلكتيزيا. ثالث نوع هو شو؟ هو بكل بساطة الكونتراكشن اتلكتيزيا. شو هو الكونتراكشن اتلكتيزيا؟ هو بكل بساطة زي ما انا كاتبت لكم، هو فايبروسيس اراوند ذا لنج، هو فايبروسيس حوالين الرئة، ماشي. فبرضه له اسم تاني اللي هو سيكاترايزيشن. سيكاترايزيشن اتلكتيزيا هذا بكون بسبب لوكال اور جنرالايزد فايبروتيك تشينجز افكتينج ذا لنج اور بلورة، ماشي. بكون في عندي شو؟ فايبروسيس يعني شو؟ يعني تراكم كولاجين، تمام. هلا هاد برضه هو ممكن يكون اشي بسبب مشكلة لوكال او لوكال او جنرالايزد فايبروسيس، يعني بسبب مثلا اشي كتير صغير بس بالرئة، او ممكن امراض معينة تكون بشكل عام تعمل مثلا فايبروسيس بالجسم او وهكذا، فهمت كيف؟ فممكن كمان هذا الفايبروسيس يكون برئة واحدة، ممكن برئتين، ممكن بجزء بس معين من الرئة، وهيك يعني
ما في قاعدة معينة، بس المهم إنه في فايبروسس، وين ما كان في فايبروسس جنب مثلا الرئة بالبلورة أو على الرئة نفسها، هذا الإشي كلياته بيعمل لي اتلكتيزيا، بسبب لي إنه هاي الألفيولاي شو تنفعس، ماشي؟ فبكون اسمها هون شو الكونتراكشن اتلكتيزيا. هلا في معلومه مهمه عن هاي الكونتراكشن اتلكتيزيا وكتير مميزه إلها، انه هاي بتكون ايريفرسبل. ليش؟ لانه بكل بساطه انا في عندي فايبروسيس، فهون بكون الوضع ما برجع يتصلح، تمام؟ فبس اعرفوا لي هاي المعلومه، ماشي؟ اما كل الانواع اللي فوق حكيناها دول بكون شو ريفرسبل، وممكن ترجع الرئه والالفيولاي لوضعهم الطبيعي، بس هاي لا، ماشي؟ اللي هي مين؟ اللي هي الكونتراكشن اتلكتيزيا، هاي ما بترجع نورمال ابدا، اوكي؟ اما بالنسبه للاخيره اللي هي شو، اللي هي المايكرو مايكرويت، اللي هي شو الاتلكتيزيا. هلا هاي بكل بساطه بتتذكروا السيرفاكتنت اللي حكينا عنه بدايه المحاضره، انه هو بكون يطلع من وين؟ خليني اطلعكم فوق. لما حكينا عن اجزاء الالفيولاي حكينا انه انا في عندي تايب 1 نيموسايت وتايب 2 نيموسايت، حكينا انه من انها اهم وظائف النيموسايت انها هي شو التايب 2 تحديدا، انها هي بتعطيني هي السيرفاكتنت، ماشي؟ السيرفاكتنت هذا كتير بيحافظ على زي ما تحكوا الضغط جوا الالفيولاي، بيحافظ على كتير شغلات، انه على لحفاظ على الصحة، خلينا نحكي الالفيولاي. فهون لما احنا يصير في عندي loss of surfactant، نفقد هاي surfactant، يكون في عندي مشكلة بتايب 2 نيموسايت، هاي الشغلات كلياتها ممكن يعني زي ما تحكوا تعمل لي هاي المشكلة اللي هي شو الاتيلكتيزيا. هاي في عندي هون بهاي الصورة يعني بيمثلوا لنا هاي الاتلكتيزيا. هاي في عندي هون شو ريزوربشن اتلكتيزيا. شو هي الريزوربشن اتلكتيزيا؟ كأنها هي بتكون سو بستركشن، صح؟ فهي هون بستركشن، والتانية هي كومبريشن، يعني هاي في عندي هون تراكم فلويد، فهو أدى لضغط الرئة انه يضغط عليها هيك يفاصها، وهون الكونتراكشن بسبب شو الفايبروسز. هلا شو المورفولوجي؟ بكل بساطة هون رح يكون في عندي شرينكن اند نوديولر لانج، رح تكون كمشت. ليه؟ لأنه الالفيولاي اللي فيها نفسها كمشت، فالالفيولاي كمشت، فالرئة كلها بعض تلاقوها شو كمشت، اوكي؟ هلا رح تكون نوديولر لانج، اوكي؟ تمام. هلا بالنسبة للمايكروسكوبيك ابيرنس رح يكون في عندي سلايت لايك الفيولاي، الالفيولاي بتكون هيك بتصير، تمام؟ زي كأنها حفرة او هيك، فهمت كيف؟ يعني بتكون بتبطل هيك زي ما كانت هيك، بتصير هيك، تمام؟ هلا ممكن السبتا، ماشي؟ يكون في عندي شو اللي هو السبتا، اللي هو الشغلة اللي بتفصل بين الالفيولاي، ماشي؟ هاي شو ممكن يصير في عندي فيها هناك congestion سبتة أو congested سبتة. بكل بساطة هناك الدم ما رح يكون فيه زي ما تحكوا عنده تبادل غازات وهكذا، فممكن يصير في عندي احتقان للدم عند السبتة، وبرضه كمان رح يصير في عندي fluid in space. ليه؟ لأنه بحكي لكم هناك أول شي ممكن أساساً السبب هو يكون fluid، يعني أساساً السبب هو يكون تراكم للفلويد حوالين الرئة، هذا واحد. اثنين، ممكن إنه زي ما تحكوا بسبب الكونجستشن اللي صار زي ما اخذنا بالجنرال باثولوجي، الكونجستشن يعني بزيد الهايدروستاتيك بريشر جوا الاوعيه الدمويه، فبسبب ايديما، انه الدم شو يصير يطلع الاوعيه الدمويه ويتراكم حوالين الرئه، تمام؟ فانتوا احفظوهم انه جروسلي بتكون صغيره الرئه صارت، وبرضه مايكروسكوبيكلي بتكون هيك كمشت الالفيولاي اساسا نفسها، ممكن يصير في عندي كونجستشن وفلويد، ماشي؟ هلا هون نفس هاي الرئة اللي قبل شوي شفناها، انه هي هون كلها مفروض تكون رئة، بس هون كثير صغرت وكثير كمشت وصارت هيك حالتها حالة بسبب تراكم الفلويد حواليها. وهون هيك كيف شفناها احنا مايكروسكوبيكلي، هاي هي الوضع النورمال، كيف انها هاي الالفيولاي بتكون، ثواني شوي اغير لكم اللون، انها هاي بكون هيك الالفيولاي، ماشي؟ وجواها هون عادي بكون هواء طبيعي، ماشي؟ اما هون طلع كيف ان الالفيولاي اساسا شو هيك انفعصوا على بعض، واساسا اكيد بطلوا يقدروا يشتغلوا وحالتهم صارت حاله على الاخر، اوكي؟ هلا الاوتكم اوف اتلكتيزيا، يعني هون اول شيء بدكم تعرفوا ان الاتلكتيزيا لها كتير اسباب، صح؟ يعني لها اسباب زي الانفلاميشن والانفكشن، لها اسباب زي التيومر اللي هي السرطانات، لها كتير شغلات كتير كتير كتير، فحسب السبب. يعني اكيد السرطان اللي حيعمل الاتلكتيزيا أكيد غير عن الانفكشن اللي هي عملية الاتلكتيزيا، تمام؟ فالاتلكتيزيا احنا بنقدر نعتبرها مش مرض بحد ذاتها، هي كومبليكيشن لعدة أمراض، فحسب السبب هي رح تكون، خلينا نحكي الكلينيكال مانيفستيشن رح تظهر على المريض، فحسب السبب، حسب السايز اوف انفولفد اريا، يعني هل هي رئة كاملة، هل هو نص رئة تأثرت، هل رئتين تأثروا، ولا سيجمنت صغيرة، حسب يعني اكيد، وحسب الديوريشن اوف تو ستارت تريتمنت، حسب متى بلش المريض يتعالج، حسب كل هاي الشغلات رح يكون شو الاوتكم، رح تكون النتائج تاعت المريض، ماشي؟
هلا هون هاي الفقرة بيحكوا لنا انهم كلياتهم ريفرسبل وكلياتهم بتصلحوا، والالفيولاي هاي اللي كانت هيك منفسة رح شو رح ترجع تنتفخ بالهواء ويجي الهواء عليها ونرجع يصير في عندي تبادل غازات وكل شيء بيرجع نورمال، ما عدا بنوع واحد اللي هو شو اللي هو الكونتراكشن اتلكتيزيا اللي هي هاي اللي هلا حكينا لسه انها هي ما بزبط تكون ريفرسبل، هي هم حكينا انها هي irreversible. ليه؟ لانها بسبب فايبروسيس، دائما الفايبروسيس كثير بكون صعب وصعب يتصلح، تمام؟ فمش بس بالرئة، بكل مكان دائما الفايبروسيس مشكلة كثير كبيرة، اوكي؟ فهيو زي ما حكينا كلياتهم ريفرسبل ما عدا تاعت الكونتراكشن. ليه؟ لانها كاتبت لكم اياها انا، لانه اي شيء بيوصل مرحلة الفايبروسيس بكون صعب علاجه، اوكي؟ تمام، هيك بنكون احنا خلصنا البريف، خلصنا الاتلكتازيا، واحنا اساسا المره الماضيه يعني بالفيديوهات الاثنين الماضيات خلصنا الابر سبايرتي تراكت، هلا بس اللهم ضار علينا اخر اشي اللي هو الاكيوت لونج انجري، تمام؟ اكيوت لونج انجري هلا بشرح لكم اياها. هلا الاكيوت لونج انجري هي والاتلكتازيا ليه احنا اخذناهم اول اشي؟ لانه بكل بساطه هدول ما بيعتبروا مرض بحد ذاتهم، هدول بيكونوا كومبليكيشن، بيكونوا اعراض، بيكونوا شغلات بتصير نتيجه الامراض بتاعت الرئه، فهمتوا كيف؟ يعني الاتلكتازيا هي انه الالفيولار رح تنفعص باختصار يعني، تمام؟ والاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم هاي يعني ايش احكي لكم، هاي بكل بساطه برضو كمان بيكون في عندي مشكله بالالفيولاي، هلا بحكي لكم عنها. بس الفكره هون انه هدول الاثنين هدول مش انه لهم سبب معين وباثوجينيز معين هيك، لا هم هدول بصيروا ككومبليكيشن او كاعراض نتيجه امراض ثانيه، فاحنا عشان هيك اخذناهم باول محاضره، ماشي؟ بصراحه انا كثير بحترم ترتيب الدكتور السلايدات، حبيته كثير بصراحه، احسن من الترتيب السابق اللي احنا اخذناه بيقين، احنا كنا ناخذ كل امراض الدنيا بعدين اخر اشي نصير نتعرف شو هي الاتلكتاسيا، مع انه نكون حاكيين اسمها الف مره قبل هيك، فحبيت والله بصراحه. هلا الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم هاي بكل بساطه خليني اول اشي اشرح لكم اياها بصراحه بعدين نقراها، اوكي؟ هلا هون هاي رح يكون في عند المريض اول شيء رئه، تمام؟ هلا الرئه تاعته كان بيكون في عنده شو الالفيولاي، تمام؟ هلا الالفيولاي ركزوا معي بالاشي اللي هلا بدي احكي لكم اياه كثير منيح، بيكون يجيها الدم، اوكي اصغر هاي، بيكون يجيها دم شو دي اوكسجينيتد، ماشي؟ بصير شو بصير هذا الدم يحط مين السي او 2 تاعه، وبرضه كمان شوي اوكي بكون هذا يعني يحط السي او 2 تاعونه، بكون بعدين هو شو بصير يعني بكمل بكون اكسجينيتد. ليه؟ لانه احنا رح نكون عم بنحط فيه شو بنحط فيه او 2، تمام؟ فاحنا بنكون نحط بالدم او 2 بنكون ناخذ منه سي او 2، اوكي تمام. هلا لنفترض والله في عندي هون ألف مسبب يعني للمرض، مش مسبب، ممكن والله سموم، ممكن تيومر، ممكن كتير شغلات هلا بناخدها، ممكن التهابات، ممكن كتير شغلات. لسبب من الأسباب أنا إجا في عندي هون شو صار في عندي هون توكسين، أو صار في عندي أذى، أو صار في عندي إنفلاميشن، يعني ممكن يكون بسبب أوتو أميون ديسيز، ممكن يكون بسبب إنفكشن، ممكن يكون في ألف شغلة، فهمتوا؟ المهم إنه أنا في عندي هون إشي مؤذي، تمام؟ اشي مؤذي، ماشي؟ هو اشي شرير اجى عندي، شو رح يعمل هذا الاشي الشرير؟ رح يعمل لي كتير شغلات. اول اشي يعني احفظوهم معاي، هلا بدي اشرح انا اغلب المرض، تمام؟ افهموه معاي. هلا بيجي هذا التوكسين، او بيجي هذا الانفكشن، او بيجي هذا التيومر، او whatever، بيجي يعني سبب، ماشي؟ بيؤدي لي لمشكلة. شو هي هاي المشكلة؟ رح تتمثل اول اشي بانه شايفين هذا الوعاء الدموي، هاي الخلايا تاعته هي شو فيها؟ الاندوثيليوم، تمام؟ اندوثيليوم. هلا هذا الاندوثيليوم ماله؟ بكل بساطه هاي الوعاء الدموي، هي هذا نفسه بدي امسكه هون اكبره، ماشي؟ هلا هذا بيكون هيك فيه الخلايا بالوضع الطبيعي، ماشي؟ هلا هون بهاي الحاله شو راح يصير فيه؟ راح يصير فيه زياده بالبيرميابيليتي، تمام؟ ليه؟ لانه بكل بساطه انا هون اجى عندي هذا التوكسين، فهذا التوكسين مثلا والله اثر لي على جدار الوعاء الدموي اللي حوالين الكابيلاري، فزاد البيرميابيليتي، فصارت السوائل اللي كانت تمشي هون تطلع من الوعاء الدموي. لو نرجع لهاي الصورة، لو كان عندي سوائل وطلعت لوين رح تطلع؟ رح تطلع لهون، فشو رح يصير عند المريض؟ رح يصير في عنده هون تراكم للسوائل اللي أنا شو بسميه إديمة، تمام؟ فهاي هي أول إشي رح يصير عندي هون، إنه والله الألفيولاي هاي رح يصير فيها إديمة، تخيلوا إن هي مكان أساساً كان مفروض يكون فيه هواء، ويصير عنده تبادل للهواء، فهون لا، هون ما رح يصير عندي هيك إشي، وبكل بساطة رح يكون عندي إديمة وتراكم للسوائل جوا هاي الألفيولاي، تمام؟ فهذا من أهم الشغلات اللي رح نلاقيها هون. هلأ برضو كمان
اشي كتير مهم انه انا والله عندي شو، عندي عملية تبادل الغازات، هاي عملية الغاز اكستشينج، هاي رح يصير فيها مشاكل، تمام؟ فهون رح يصير في عندي شو، مشاكل بالغاز اكستشينج، ماشي؟ الغاز اكستشينج شو؟ اوكي خلص هلا بتقرأوها، بس المهم انه شو الغاز اكسترينج رح يصير فيه مشاكل، حاسه الرسمه تخربطت. فالمهم انه شايفين هاي عمليه الغاز اكسترينج، هاي اللي يعني رح يصير فيها شو، رح يصير فيها مشاكل. هاي بس احط جنبها اكس انه ممكن يبطل في عندي تبادل غازات بشكل منيح، لانه اساسا صار في عندي اديمه، تمام؟ هلا هاي المشكله اللي زي ما حكينا هي مش مشكله، هي زي ما تحكوا ككومبليكيشن او عرض او إشي بصير بامراض الرئه، هاي هي بس اللي احنا بنسميها شو، اللي هي الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، تمام؟ فبكل بساطه نعيد هون شو بيكون في عندي، بيجي عندي مسبب مرض سواء كان انفكشن توكسن كتير. هلا رح نقرا الاسباب، المهم انه هو رح ياثر لي على عمليه تبادل الغازات هاي. كيف؟ بكل بساطه الاندوثيليوم والإبيثيليوم، هاي في برضو كمان شغلة بدي أحكي لكم إياها، إنه أنا أساسا في برضو كمان عندي هون إبيثيليوم برضو رح يصير فيه دمج، تمام؟ هاي هون في أنا عندي، أوكي خليني أرجع للون الأسود. أوكي إنه الإبيثيليوم اللي هو مبطن للألفيولاي من جوا، هيو الإبيثيليوم، ماشي؟ إبيثيليوم برضو كمان هذا رح يصير فيه شو، رح يصير فيه مشاكل. هيو الإبيثيليوم شو رح يصير فيه، يعني هاي اكتب لكم إبيثيليوم إنجري، إنه هو شو رح يصير فيه مشاكل، أوكي؟ فهاي الرسم خليها لكم استفيدوا منها، إنه شو رح يصير في عندي مشاكل وين؟ بالإبيثيليوم المبطن من جوا، وبالإبيثيليوم بالإندوثيليوم سوري اللي هو تاع الأوعية الدموية اللي برا، ماشي؟ فرح يصير في عندي هون إديمة، تراكم السوائل هون، وتبادل الغازات بصير فيه مشكلة، وممكن هون على فكرة المريض يموت. ليه؟ لأنه تبادل الغازات عنده فيه مشكلة، الدم ما عم يتغذى، ما عم يصير فيه أكسجين، فهون ممكن المريض بالحالات السفير ممكن إنه هو شو يعني يموت، أوكي؟ تمام. فهون بيقول لنا is a severe form of acute lung injury، ماشي؟ شو هو هاي السندروم acute respiratory distress syndrome؟ هي شكل كتير سيء من أشكال ال acute lung injury. فال acute lung injury هي إصابة اللنج، خلينا نحكي الانجري، يعني بس الانجري الإصابة اللي بتكون أكيوت بشكل مفاجئ للنج. أحد أسوأ أشكالها هو ال acute respiratory distress syndrome، إنه يصير هذا الإشي، أوكي؟ هلا هاي بيكون لنا clinical syndrome that is caused by many conditions، زي ما حكيت لكم إلها كتير أسباب، ماشي؟ هلا هاي characterized clinically، ماشي؟ بيجي المريض على العيادة شو بيكون في عنده؟ أول إشي رح يكون في عنده severe dyspnea. dyspnea هي أنا كاتبة لكم معناها اللي هي صعوبة بالتنفس، بس بحب أحكي لكم إنه النوتات أغلبها هاي اللي هون هاي مني مش من الدكتور، الدكتورة بصراحة بتكون بس تقرأ، فهاي النوتات والترجمة والشغلات هاي بالعادة شو مني أنا، أوكي؟ فهون dyspnea إنه رح يكون في عنده صعوبة بالتنفس، ماشي؟ برضو كمان رح يصير في عنده هايبوكسيميا، يعني الدم ما عم يتغذى بالاكسجين بشكل كافي، رح يصير في عنده هاي الحاله برضو كمان اللي هي معناها شو زياده بسي او 2، رح يصير في عنده برضو كمان ساينوسس يعني ازرقاق. ليش البني ادم رح يصير لونه ازرق؟ لانه بكل بساطه ما في اكسجين والدم عنده شو دي اوكسجينيتد، تمام؟ فرح يصير في عند المريض ساينوسس. هلا برضو كمان بيحكوا لنا this will lead to severe life threatening respiratory insufficiency، يعني هي ممكن تكون حالة مهددة للحياة، ماشي؟ وبرضو كمان بالراديولوجي إذا شفنا صورة أشعة مثلا أو هيك ممكن إنه إحنا شو يكون في عندي يعني ألاحظ إنه في إشي غريب. ليه؟ بكل بساطة بسبب الألفيولار انفلتريت، بسبب الإديمة اللي صارت هون ممكن أنا هاي شو إنه ألاحظها بالصور الأشعة أو الشغلات اللي ممكن تصير بالرئة. فهيك احنا شو بنشوفه كلينيكالي، هيك احنا بنشوفه شو كلينيكالي. اما هيستولوجيكالي لو انا اخذت عينه وشفتها والله بالميكروسكوب شو رح احكي؟ رح احكي انه انا في عندي دي اي دي اللي هو الالفيولار دامج، تمام؟ فبس يعني شو هي دي اي دي؟ هي ديفيوز الفيولار دامج، دي ديفيوز الفيولار دامج، ماشي؟ يعني الالفيولاي صار فيها دمج، اوكي تمام. هلا في شغله كتير 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 مهمه، شايفين كل هاي الشغلات اللي صارت هون انه خربت الاندوثيليوم والابيثيليوم والغاز اكستشينج وكل هاي الشغلات، هاي دائما انا بسميها اكيوت ريسبيراتوري سندروم باستثناء بحاله واحده، لو كان عند المريض مشاكل بالقلب. لو كان عند المريض مشاكل بالقلب وادت لهذا الاشي انا هون ما بسميها اكيوت ريسبيراتوري سندروم، تمام؟ ما بسميها ابدا هيك، بتكون لها اسماء تانية، بتكون مرتبطه بامراض تانية وهكذا، بدناش ندخل حالنا فيهم. بس الفكره انه لو اجى المريض عنده مشاكل بالقلب وبعدين اكتشفنا انه عنده هذا الاشي، فهذا بيكون اشي له دخل بالقلب،
اكثر ما هو له دخل بالرئه، فما بيكون اسم الحاله اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم. وهذا الشيء هو اللي احنا كاتبينه هون، انه بيقول لنا انه ذا ابوف منشند مانيفيستيشن شود بي هابن ان ذا ابسنس اوف ليفت سايد هارت فيلر. ماشي، هي بيقول لنا انه القلب لازم يكون نورمال علشان اقدر اشخص المريض انه عنده هاي الحاله. تمام، هلا شو عندي ايتيولوجي، شو عندي اسباب. هلا اول شيء في عندي كومون كوزز، اسباب شائعه، وفي عندي ان كومون كوزز، اسباب مش شائعه. هدول الدكتوره لا قراتهم ولا جابت سيرتهم ولا حكت عنهم، حكت ما رح تسالكم عنهم بالمرجع. تمام، فهدول قراءه سيبكم منهم، اللي هم الان كومون كوز. اما الكومون كوز هم بس اللي بصراحه بيهمونا، اللي هم الاسباب الشائعه. شو هم؟ اول شيء النيمونيا. شو هي النيمونيا؟ هي التهاب رئوي. تمام، التهاب الرئه ممكن يسبب لي هذا الشيء. سبسز اللي هي شو؟ اللي هي البكتيريا اللي بتكون عم تمشي بالدم. تمام، فممكن هاي البكتيريا هي اللي تعمل لي هاي المشكله. او ممكن يكون في عندي اسبيريشن اوف جاستريك كونتنت، اللي هم انه محتويات المعده يطلعوا على الرئه. تمام، واخر شيء اللي هي هون اللي هي سيفير تروما وذ شوك. اوكي، انه الواحد تعرض لتروما، خبطه، شيء معين، ماشي، والله بون فراكتشر، هيد تروما، بيرن اللي هو حروق، ممكن كلياتهم يكونوا يسببوا لي اذى، يسببوا لي دخول انفكشن، يسببوا لي شغله عامله بالاخير تؤدي، بالاخير المهم انها تؤدي لي لشو؟ لمشكله بالالفيولاي وتبادل الغازات. هاي هي الفكره، شو ما كان السبب المهم اذا بالاخير هو بيعمل لي هذه المشكله بالالفيولاي، فانا هون بقدر اعتبره انه هو والله سبب بيعمل لي اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم. تمام، فانتوا احفظوهم، بس مش مطلوب منكم كيف كل واحد بتعمل اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم. يعني مش مطلوب منكم كيف اذا الواحد انحرق رح تصير عنده، ولا مطلوب منكم كيف المحتويات المعدة مثلا كيف تعمل، بس انتوا احفظوها منهم هم بيعملوا. تمام، بس اما بشكل عام كيف بتصير الباثوجينيسيس رح ناخذها بشكل عام من هون، بس من غير ما ندخل الاسباب بشكل مباشر بالموضوع. فهمتوا كيف؟ هلا بتفهموا كيف، بس المهم انه احفظوا الاسباب وتعالوا نشوف الباثوجينيسيس. اوكي، هلا هون او اهم شيء، او اهم شيء بالباثوجينيسيس يعني احنا رح نبلش منه، هو انه انا رح يكون في عندي مشكله بالانتجريتي تاعت الالفيولر كابيلاري ميمبرين. تمام، من هون احنا بدنا نبلش بالموضوع، يعني كيف بتيجي البكتيريا او كيف بتيجي محتويات المعده، هذا احنا ما دخلنا فيه، احنا بدنا نبلش من لما هو اجى وبلش وبلش ياثر. تمام، اهم شيء انه انا يتاثر عندي مين؟ الانتجريتي تاعت الالفيولر كابيلاري ميمبرين، اللي هو شو؟ الميمبرين تاع اللي بيصير عنده تبادل الغازات. هاد ماله؟ هذا بيحكوا لنا انه ممكن يصير انا في عندي اندوثيليوم او ايبيثيليوم انجري. نطلع على الرسم اللي رسمت لكم اياها فوق، اندوثيليوم انجري اللي هو هون الوعاء الدموي، الاندوثيليوم تاعه يصير فيه مشكله، او ايبيثيليوم انجري اللي هو الالفيولاي من جوا نفسها يصير فيها انجري. تمام، فانا هنا برضو مهم كثير انه يكون صار في عندي شو؟ اندوثيليوم وايبيثيليوم انجري، يا وحده فيهم او تنتهي مع بعض، ماشي، هي وحده فيهم او بوث. ماشي، تمام. هلا هون بيحكوا لنا انه رح يصير في عندي شو؟ مشكله بالبارير، مشكله بالحاجز، او مشكله يعني بالحاجز اللي كان بين الالفيولاي والوعاء الدموي. فهيك رح يصير في عندي شو؟ زياده، هيو انكريز فاسكولار بيرميابيليتي، وهيك رح يصير في عندي شو؟ اديما زي ما رسمت لكم قبل شوي بالصوره، هيو انه رح يزيد البيرميابيليتي، فرح تصير السوائل تطلع، وهذا الاشي شو بيعمل؟ بيعمل لي هون اديما، تراكم للسوائل جوا الالفيولاي. تمام، اوكي، هلا هون هاي المعنى الكلمه معناها فيضان، فهم زي كانه الالفيولاي رح تتعبى مي. اوكي، رح يصير في عندي اديما، رح يكون في عندي loss of diffusion capacity، رح يصير في عندي wide spread surfactant abnormalities، ماشي، يعني لهاي ال type 2 نيموسايد رح يصير فيها مشكله في السيرفاكتنت تصنيعه، برضه كمان رح يصير فيه مشكله. فهيك برضه كمان ممكن يصير عند المريض شو؟ اتيلكتازيا اللي هذيك المره حكينا عنها. فعشان هيك انا بحكي لكم هاي الامراض مش امراض، هي كومبليكيشن بتصير نتيجه كتير اشياء. يعني زي مثلا هذه السندروم، الاكيوت سندروم هاي اللي احنا عم نحكي عنها، هي نفسها بتعمل اتيلكتازيا اللي قبل شوي حكينا عنها، فهمتوا؟ فهاي الشغلات يعني بتصير، اوكي، فبكون لهم عده اسباب. تمام، فهون ممكن هاي الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم تاثر لي على تايب 2 نيموسايت، تاثر لي على السيرفاكتنت، فيصير المريض برضه كمان عنده اتيلكتيزيا، لانها هي بتسبب دمج بشكل عام بالابيثيليوم والاندوثيليوم. ماشي، هلا شو رح يصير؟ ماشي، بعد ما صار في عندي دمج للاندوثيليوم والابيثيليوم وصار في عندي اديما، هل الجسم رح يقعد هيك صافن؟ لا طبعا، رح يروح يحرك مين؟ بعد نص ساعه رح يحرك لي الماكروفيج. فالماكروفيج بتطلع، شو بدها تعمل الماكروفيج؟ بتروح بتطلع الانترلوكين 8. هلا الانترلوكين 8 هذا شو؟ بروح بينادي النيوتروفيل. تمام، فالنيوتروفيل هيك رح تيجي. فاول اشي نعيد سريعا انه خلال نص ساعه رح تيجي الماكروفاج تطلع انترلوكين 8، انترلوكين 8 بروح بينادي النيوتروفيل. النيوتروفيل هي هاي المصيبه يعني. تمام، هي هاي اللي رح تعمل لي هون المشكله.
هلا بيحكوا لنا انه الانترلوكين 8 بالاضافه لكمان شغلات زي الانترلوكين 1 بالتيومر نيكروسيس فاكتور، هدول بيؤدوا الى شو؟ لاندوثيليال اكتيفيشن اند اند سيكويستريشن اند اكتيفيشن اوف النيوتروفيل ان بالمنري كابيلاري. اول شيء رح ياثروا لي على الاندوثيليوم ويزيد البرميبيليتي، هذا واحد. اثنين رح ياثروا لي على النيوتروفيل، بيعملوا فيها اكتيفيشن، بينادوها بياكتيفوها، ماشي. هلا النيوتروفيل لما تيجي وتتاكتف شو رح تعمل؟ شوفوا معي، اول شيء رح تصير تطلع رياكتيف اوكسيدانت بروتياز، رح تصير تطلع بلاتلت اكتيفيتنج فاكتور، ورح تصير تطلع ليكوترينز، ماشي. هدول مواد ضاره ومواد شو مؤذيه، هيها كوزز دامج تو الفيولار ابيثيليوم اند اندوثيليوم، ماشي. وكمان هي مينتين ذا انفلاماتوري كاسكيد، يعني بتخلي الانفلاميشن تضل شغال، بتضلها تعمل لي دامج بالابيثيليوم بالاندوثيليوم، وبتضل الموضوع شغال، يعني فهمتوا؟ بتضل الاديما شغاله، وبتضل بتحافظ على الضرر انه يضل موجود، ماشي. فنعيد سريعا الباثوجينيسيس، انه خلال نص ساعه من الاديما والدمج والشغلات اللي صارت رح تيجي الماكروفيج بتصير تطلع انترلوكين 8 اللي حيصير ينادي النيوتروفيل، تمام. هلا بالاضافه لهم في كمان برضو كمان في عندي بالاضافه يعني الانترلوكين 8 برضو في عندي انترلوكين 1 والتيومر نيكروسيس فاكتور، اللي هم هدول مالهم اللي هم رح يصيروا ياكتيفو يعني ينشطوا النيوتروفيل اللي هي رح تصير تطلع هدول المواد 1 2 3 4، هدول رح يصيروا يعملوا لي دمج بزياده كمان يعني على الالفيولاي، تمام. فالالفيولاي هون في شغلتين صاروا يعملوا لها دمج. اول اشي الضرر المسبب للمرض، اذا كان مثلا سم او كان بكتيريا او كان اشي، هذا هو واحد بيعملها دمج. اثنين النيوتروفيل برضه هي بتصير تعملها دمج، فهون الدمج رح يصير من سببين، واحد من مسبب المرض الاساسي، اثنين من النيوتروفيل، تمام. فالنيوتروفيل بتيجي بدل ما هي بدها تصلح بتصير تخرب بزيادة، تمام. اوكي، هاي الصورة سيبكم منها ساعة معقدة. هي هلا هون في شغله بدنا نعرفها، اوكي. هي فبيحكوا لنا انه the destructive force induced by neutrophil are opposed by any اوكي، يعني في عندي انا هون شغلات بتكون destructive، شغلات بتكون مدمره عم تطلع من النيوتروفيل، هاي بتكون opposed by، يعني بتكون يعني ايش احكي لكم، في اشياء ضدها بتكون اندوجينس، بتكون من جوا الجسم. زي شو؟ زي الانتي بروتياز، الانتي اوكسيدانتس، الانتي انفلاماتوري سايتوكاينز، والانترلوكين زي انترلوكين 10، هدول المواد بيكونوا ضد النيوتروفيل. فالنيوتروفيل هو اللي رح يكون شو؟ رح يكون شرير، ورح يكون جاي يخرب لي الدنيا. اما هدول اللي هم الانتي بروتياز، انتي اوكسيدانت، انتي انفلاماتوري سايتوكاينز، هدول شو بيكونوا؟ ملائكه. هيدا ارسم لكم انهم هم شو؟ ملائكة. هذا طوق انهم هم ملائكة، ما علينا، انهم هم بيكونوا كثير منها. فأنا بالنسبة إلي اللي رح يكون أكتر هو اللي رح يحدد لي مصير المريض. فإذا كان المريض شغل النيوتروفيل عنده هو اللي أكتر، فرح يصير عنده دمج أكتر، وهو ممكن هو يموت أو ممكن يصير في عنده مشاكل وهيك. أما إذا كان لا مش أكتر، إذا كان والله هدول الانتي بروتياز والانتي اوكسيدانت والانتي انفلاماتوري دراج اللي هم ضد النيوتروفيل، اذا كانوا هم اللي اكثر، معناها هون رح يصير عند المريض مثلا تثبيط للنيوتروفيل وشغلها، فالمريض بيطيب او بصير عنده هيلينج وهيك، تمام. فالبالانس بتوين ديستركتيف برو انفلاماتوري وكمان البروتكتيف اللي هي الانتي انفلاماتوري، البالانس بينهم، توازن بينهم، وكمان مين رح يضغط على الثاني هو اللي بحدد. هي ديتيرماين ذا كلينيكال سيفيريتي اند ذا ديجري اوف تيشو انجري، هو اللي رح يحدد يعني شدة المرض وكمية التيشو انجري اللي رح تصير، اوكي؟ هلا لقدام بعدين شو رح يصير في عندي؟ رح يصير في عندي هذا ال شو اسمه؟ الفايبرونوجينيك فاكتور اللي رح يصير ينادي لي الفايبروبلاست، والفايبروبلاست رح تعمل لي هناك شو؟ فايبروسيس وكولاجين ديبوزيشن. فلقدام شايفين هذا اللي كنا نحكي هون، اوكي؟ فوق لسه؟ لا تحت، ايوان هون. شايفين هاي الالفيولاي صح؟ كان اول شيء بيصير فيها اديما، هلا هاي لا قدام رح يصير فيها فايبروسيس وخلص تنسد وخلص يصير فيها فايبروسيس، تمام، للاسف يعني. فهاي بتنسد وحتى يعني لا قدام بتبطل بالمره يصير عندها تبادل غازات، لانها بنسدها كلها بعض وبنعمل فيها فايبروسيس وبنرسب فيها كولاجين وخلص يعني بتصير على الفاضي، تمام. فهذا هو اخر شيء يعني اخر مراحل المرض، انه هي شو هيو ليتر، انه رح تيجي الفايبروبلاست وبصير في عندي كولاجين ديبوزيشن وخلص، تمام. هذه احنا بنسميها اللي هي الهيلينج فيز، اخر مراحل المرض، انه خلص بتروح للنيوتروفيل وبروحوا لكل اشي، بس خلص يعني بدنا نعمل اشي فبنروح بنسد الالفيولاي هاي، لانها اساسا صارت شو الفيولاي خربانه. هلا بالنسبه للمورفولوجي،
بدنا نعرف شغلة، إنه هذا المرض بمر بثلاث مراحل. واحد هي الأكيوت، هيها أكيوت إكزيتيف فيز، هي المرحلة الأولى. اثنين هي شو؟ هي الأورجانيزينج بروليفريتيف فيز. وثلاثة هي الفايبروتيك فيز. أوكي، فهم ثلاث مراحل المرض. أول وحدة اللي هي الأكيوت إكزيتيف فيز، هاي هي المرحلة اللي بيصير فيها الدمج، واللي بيصير فيها النيوتروفيل، واللي بتيجي فيها الإديمة، وكل هاي الشغلات بتصير خلال هاي المرحلة. أوكي، فهاي بيحكوا لنا إنه رح نشوف الرئة فيها رح تكون دارك ريد فايرم ايرلس هيفي، ماشي، بتكون تقيلة، ماشي، ليه؟ لأنه فيها زي ما تحكوا إديمة، صار فيها سوائل، برضو كمان بتصير ايرلس، ما فيها هواء، تكون فايرم، ليه؟ لأنه فيها سوائل زي ما حكينا، بتكون ريد لأنه ممكن يكون صار فيها هيموريج أو صار فيها كونجستشن بالأوعية الدموية، ودارك بتكون بيكون لونها أغمق. أوكي، فزي ما حكينا بيكون في عندي كابيلاري كونجستشن، تمام، بكون في عندي احتقان هناك، لأنه أساسا الاحتقان هو من أهم الشغلات اللي بتسبب الالتهابات، صح؟ رح يكون في عندي نيكروسز بالخلايا، دمج بالخلايا. برضو كمان ممكن يكون في عندي شو؟ هيموريج، تحديدا اذا كان في عندي سيبسز. هلا هاي الوعاء الدموي، تمام، وهي الاندوثيليوم المبطن له. هلا لو نفترض انه كان المسبب هو سيبسز، هاي بدي الون لكم هون شيء اخضر اللي هو البكتيريا. لو كان في عندي بكتيريا جوا الوعاء الدموي واثرت لي على الاندوثيليوم، فممكن هون زي ما تحكوا كل الاندوثيليوم يصير يتكسر، والدم اللي كان ماشي جوا الوعاء الدموي يصير يطلع على الالفيولاي، ونلاقي هيموريج، نلاقي نزيف هناك، تمام. ليه؟ لانه مثلا الوعاء الدموي صار يتكسر او صار ياثر عليه البكتيريا وتحط التوكسينز تاعونها وهيك، تمام. فممكن احنا نلاقي كثير شغلات. فنعيد سريعا، ممكن نلاقي كونجستشن، هذا واحد، ممكن نلاقي نيكروسز، اثنين ممكن يكون في عندي إديمة وهيمرج، ثلاثة وأربعة، تمام. برضو كمان بيحكوا لنا إنه هو شو من أهم الشغلات اللي كتير كتير بتكون مميزة هون، هي هايلاين ميمبرين، تمام، بيكون هيك زي بروتينات هيك عم تترسب على حوالين الميمبرين، فأنا شو بسميها هايلاين ميمبرين، وهاي بتكون مميزة، بشوفها بلون زهري كتير هيك، بتكون زهري زهري، بتكون عند الوعاء الدموي، هاي بسميها هايلاين ميمبرين. فهدول الخمس شغلات هم كتير 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 مهمات زي ما تحكوا شو بهذه الفيز اللي هي الأكيوت إكزوتيتيف فيز. فما تنسوا هم، إذا إجا مثلا سؤال بالامتحان إنه أنا في عندي هاي لاين ميمبرين، ما تحكوا للدكتورة ARDS اللي هو أكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، لا، حكوا لها أكيوت إكزوتيتيف فيز لا الأكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، يعني هاي ما بنلاقيها إلا بس بهاي الفيز، بس ماشي، بس بهاي المرحلة من المرض. أوكي، تمام. فبالاخير احنا هيك رح نلاقي شو فايبرين ريتش إديما فلويد، وبكون فيه نيكروتيك ابيثيليال سيل، يعني في عندي هون ممكن يكون في عندي شوية، هلا هون الفايبروسيس لسه ما بكون ببلش، تمام، بس ممكن بيحكوا لنا فايبرين ريتش إديما، ماشي، انه يكون الفايبرين عم يترسب مع السوائل، عم بيروح شوي على الالفيولاي، بس ما بيكون لسه في فايبروسيس، ماشي، وبكون برضه في عندي نيكروتيك ابيثيليال سيل زي ما حكينا، لانه اساسا ممكن يكون في عندي نيكروسيس للخلايا الالفيولاي. هاي كل هالمرحله الاولى من المرض اللي هي احنا بنسميها اكيوت اكزوتيتيف فيز. اوكي، هاي هون بيورونا صوره الها، شايفين هذا الزهري اللي هون، هذا هو الهيلاين ميمبرين، هي هون هذا كله الزهري هو هيلاين ميمبرين. اوكي، تمام. وفي كمان شغلة هون بالصورة، إنه أنا في عندي طلعوا كيف الأوعية الدموية، هيها كتير في عندي هون الأوعية الدموية مبينة، صح؟ ليه؟ لأنه بكل بساطة هيك طلعوا هون كيف الأوعية الدموية، هذا كتير مبين كتير، لأنه في عندي احتقان للدم هون، تمام؟ فبس يعني هلا تاني مرحلة وثالث مرحلة من المرض، التانية اسمها organizing proliferative phase. هلا هون مين رح تبلش تشتغل؟ أول إشي رح تبلش تشتغل تايب 2 نيموسايت. هلا تايب 2 نيموسايت إلها وظيفتين حكيتهم من بداية الفيديو. الأولى انها هي شو بتكون تطلع السيرفاكتنت اللي هو بكون يحافظ على التنشن، وهذا حكينا عنه قبل هيك. تاني وظيفة إلها انها هي بتعمل ريجنريشن للخلايا بعد الانجري، بتصير تجدد الخلايا. فهون طالما في عندي دمج معناها انا رح احتاج تايب 2 نيموسايت انه تجدد لي الخلايا. فهون رح تيجي خالته تايب 2 نيموسايت شو رح تيجي تعمل؟ هاي تو اتمت تو ريجنريت ذا الفيولر لايننج، بتصير تحاول تضبط، بس للأسف بيحكوا لنا إنه resolution is unusual، بالعادة ما رح يتصلح هذا الإشي، ورح يصير في عندي organization of fibrin exudate with the resulting intra-alveolar fibrosis، تمام؟ ممكن يصير في عندي fibrosis لأنه الهيلينج ما زبط، والregeneration إني أجدد الخلايا من نفس النوع ما زبطت، إنه أرجع الالفيولاي زي ما كانت ما رح يزبط، فبنعمل fibrosis وهي الالفيولاي بنسدها هيك، خلصت fibrosis، رسبوا لي هون كولاجين، سدوا لي هاي الالفيولاي وخلص بديش إياها، تمام؟ أوكي،
تمام. بس يعني رح يكون في عندي هاي بروليفريشن للانترستيشيال سيل وديبوزيشن اوف كولاجين، فهذا الاشي رح يعمل لي ثيكنينج بالالفيولر سبتا طبيعي، لانه عملنا هناك فايبروسز وهكذا خلال الهيلينج، فصارت ثيك، صارت سميكه اكثر. ماشي، فهاي هي بس الحاله الثانيه اللي هي اهم في شيء فيها، انه رح تيجي تايب 2 تصلح ما رح تعرف، فرح يصير اخر شيء عندي خلص فايبروسز وبس. تمام، فهي هذه الخلاصه. هلا اخر مرحله اسمها فايبروتيك فيز، هاي بتبلش بعد اسابيع، ودكتوره حكت مش مطلوبه منكم يعني بالمره، ولا مطلوب منكم عنها اي شيء. هاي هون صور لهذا الاشي، وهون اخر اشي الكلينيكال كورس. زي ما انا كاتبت لكم ما في شيء محدد حسب السبب، يعني في لها اساسا طلعوا كم سبب، مليون الف سبب هيهم، ومش كلهم مطلوبين معكم، وفي منهم اسباب اساسا انتم بتعرفوا شو هم وهيك. يعني اكيد اللي بتكون بسبب تيومر غير عن اللي بتكون بسبب فات امبوليزم، غير عن اللي بتكون بسبب التهاب، غير عن بتكون سبب سم مثلا بالدم، وكثير شغلات فهمتوا. فحسب السبب رح يجي المريض على عياده اكيد، يعني اكيد ما رح يكون كل المريض واحد. ماشي، فهون بس الفكرة، هون اعرفوا لي انه 85% من المرضى رح يجوا بعد 72 ساعة من ال من يعني من دخول بسبب المرض او من بداية المرض، فهمتوا كيف؟ فهو ببلش المرض عندهم بعد 72 ساعة، يعني بعد 3 ايام رح تبلش شو الاعراض تظهر على المرضى. ماشي، وطبعا زي ما حكينا انه الاعراض بتختلف حسب المرض، حسب العمر، حسب هل في بكتيريا، هل في سبسس يعني سم بيمشي بالدم وهيك. تمام، هل في مثلا امراض تانية بسبب هذا الاشي، يعني هل مسبب المرض مثلا مسبب مشكلة بالرئة وبشي تاني ولا بس بالرئة، يعني هل في عندي سيستميك فيلر بالهارت او بالكدني او بالليفر ولا بس بالرئة. كل هاي الشغلات اكيد 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 بتختلف بين مريض والتاني، وبتختلف وبتغير الاوتكم بين مريض والتاني، صح؟ اوكي، هلا بيحكوا لنا هون بالعاده المريض ممكن يموت وممكن يعيش. اذا ضلوا عايش هيو هو سيرفايف، الناس اللي بضلوا عايشين رح ترجع عندهم الرئه، ممكن يعني ترجع وظيفه الرئه بعد 6 ل 12 شهر من الاشي اللي صار له. يعني لو صار عنده هاي السندروم وضلوا عايش بعد 6 ل 12 شهر ممكن الرئه تبلش يعني ترجع نورمال. ماشي، بيحكوا لنا انه بس الباقيين يعني رح يصير في عندهم interstitial fibrosis، وهذا الاشي رح يعمل لي chronic respiratory insufficiency وتبطل الرئة تشتغل عندهم، وهون للأسف ممكن هم شو يموتوا. اوكي تمام، هلا اخر سلايد واخيرا هو سلايد محذوف اساسا الحمد لله. عاد احنا بيقين اخذناه بالتفصيل هذا الموضوع، بس الدكتوره حكت انه مش مطلوب، حكت يمكن تاخذوه بالفيسيو او مواد ثانيه فحذفت لكم اياه. بس الفكره هو ليش هي حطت لكم اياه، طب يعني طالما هو محذوف هي ليش حطاه؟ بس عشان تعرفوا انه انا في عندي ريسبيراتوري ديستريس سندروم غير عن اللي حكيناها. احنا اللي صار لنا ساعه قاعدين بنحكي عنها، هاي شو هاي اسمها، هذيك اسمها اكيوت، اما هاي نيو بورن هاي للاطفال بينولدوا فيها وهيك. تمام، فبتكون عندهم مشكله من هم صغار، ماشي، بتفرق عن الاكيوت. تمام، فبس انتوا اعرفوا الفرق انه هاي مش نفس هذيك، بس اعرفوا انهم هم نوعين مختلفات، بس هاي مش مطلوب عنها ولا اي شيء. تمام، بعتذر شوي الفيديو طلع طويل، بس سلايداتكم صراحه مدحشه، يعني انا شو اعمل لكم. فيعطيكم الف عافيه، السلام عليكم.